ليه ما حدش اعترض لما اتعمل بين الشعب الاسماعيلي البرازيل مصر؟ ليه ما حدش اعترض؟ ليه لما قالوا على اتحاد البلد ما حدش اعترض؟ انت اسال نفسك انت عارف ليه؟ لان التصريح بتاعهم او الناس قبلوها لانه ما كانش فيه تهديد. لكن الكابتن دي النقطة مهمة، هي دي النقطة، دي نقطة مهمة. لا 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 خلاص. والله العظيم لو الكابتن حسين لبيب قال لك الزمالك أكبر قرية رياضية في مصر، ما هو قالها قبل كده فعلا بس كتير. عادي، لكن يقول لك واللي هيقول غير كده هيتم إقصاؤه من المشهد. يعني إيه إقصاؤه من المشهد؟ هي دي عمرو كده، لكن ما فيش حد قال لك إيه الإسماعيلي برازيل مصر، واللي يقول غير كده نوديه الكونغو. يا أستاذ علاء، نادي الزمالك أكبر قرية رياضية في مصر سواء أنت قلت أو ما قلتش، هو أكبر قرية رياضية في مصر، دي حاجة. الحاجة التانية، كابتن حسين هو راجل فاهم كويس قوي بيقول ايه، وهو اتكلم بيقول احنا اكبر قلعة رياضية في مصر، واللي مش عاجبه هنقصيه من نقصيه، يعني احنا ملناش دعوه بيه، ده معناه. لكن يقصيه ايه؟ ايه امكانيات اي رئيس نادي ايا كان؟ لا هو لا مع لا كامل احترام لكل رؤساء الانديه. يعني انت مش معاه في الجزء الثاني من تصريحه؟ ثانيه واحده بس، لا ما انت عايز تقولني كلام مش لا والله ما بقول لك، انا بسالك. لا معاه في كل حاجه، معاه في كل حاجه. طب انا بسالك بس، انا بكمل لك. لو حضرتك ومش حضرتك هنا القناه بتهاجم نادي الزمالك عمال على بطال، مش لازم انت، يعني ناس تانية، في حد اقصاهم نادي الزمالك؟ الكابتن حسين لبيب اهو موجود، رئيس نادي الزمالك اقصى حد. فانتوا ليه بتقولوا اقصى؟ يقصي ايه؟ هو الراجل مش في ايده، هو بيقول نقصيه، يعني نبعده عننا، ملناش دعوه بيه، دي معناه. لكن ايه رئيس نادي حتى لو الكابتن محمود الخطيب وكامل الاحترام له هيقصي؟ للاسف كل الاحوال القناه هنا قناه حياديه تماما، قناه محايده، ما اعتقدش ان هي بتحاجم حد. ما اعرفش، مش انا بس الحته دي على ابونا عمرو. انا ما اللقب ده وش وحش عليكم، خسرت. ومين يقدر يقلل من قيمه نادي الزمالك يا صبحي؟ محدش، ولا النادي الاهلي الاثنين ولا الاهلي. والله اللقب ده بسبب ما قالوه وهم عاملين يخسروا من الاهلي، خسروا خمس مرات من الاهلي في الكره الحريمي. انتوا دلوقتي بعد طب والناشئين ثانيه واحده بعد 2009 بكمل. طيب بعد خساره سوبر القرن عامل لكم ارتكاريه، فانتوا بتعملوا ايه؟ بتضطروا تشجعوا دلوقتي 2009 وفرقه 2005 وفرقه البنات والطايره واليد. انا مبسوط والله، مبسوط ان الالعاب اللي كنتوا بتعملوا بيها. مبسوط والله ان اللقب الزمالك خلاكم تهتموا بيه. انا لو الاهلي، انا سعيد لو خسرت السوبر، بس ثانيه واحده، لو خسرت السوبر مباراه واحده خلينا نكسبكم في كل الالعاب. انا سعيد جدا، سعيد جدا. لا 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 ازاي يا لا يعني انت لا سؤال، انا هسالك بس انا عايز اسالك سؤال واضح. اتفضل. سوبر كره القدم رجال في سوبر افريقيا اهم ولا انتصارات الاهلي الاخيره سواء على مستوى السيدات ولا في مواليد 2009 ولا اعتقد 2005 وكان من ده اهم؟ واليد فرقتين واليد هو انهي اهم؟ في توبه انهي اهم؟ الحقيقه ناصر بنسي اهم. السوبر طبعا اهم. طبعا بس لا بس انا بقول لك يعني لو هنستمر كده يعني فريق الطايره الرجال اللي يكسبهم وياخدوا، يعني انت عايز تلاعب الزمالك 10 ماتشات سوبر تخسرهم؟ لا 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 وتكسب لا كل الماتشات التانية. لا لا انا بقول اذا كنا نخسر، بس اذا كانت خساره السوبر ديت خلينا نكسب الزمالك في كل الالعاب على ارضهم يبقى يا مرحب بخساره السوبر. والله يعني مكسبوا مثلا يد والطايره وسله خلاص، يبقى خليكم تخسروا السوبر اللي جاي، وعايزينكم تكسبوا 2005 او 2009. احنا ما عندناش مشكله. اللقب وش وحش قوي عليكم. بص ناصر منسي هيتعبكم تاني. شفت يا استاذ علاء قعدت تتكلم بثقه قوي. طبعا الاهلي هيكسب السوبر، طبعا الاهلي هيكسب السوبر. يعني وانا كنت عارف منين ان في استثناء هيحصل. يعني إيه؟ الشمس تطلع كل يوم. ده الاستثناء يعني يا راجل، ده احنا ضحضنا الاستثناء بتاعك انت قلته. كسوف الشمس يعني كسوف الشمس مش هيحصل مره واحده في السنه. طيب خلاص، هو حصل الكسوف ده مره واحده وخلاص، خلاص خلصت، مفيش كسوف تاني. طيب هو ايه المشكله في ان كل نادي يشوف نفسه اكبر قلعه رياضيه في مصر او اعظم نادي في الكون؟ كل نادي يشوف نفسه. هو اللوم هنا كان عليا يا استاذ عمرو. اللوم عليهم؟ لا هم اللي زعلانين. احنا بتكلم جد، احنا بنقول حاجه، احنا مش زعلانين. الناس دلوقتي بتلوم على الكابتن حسين لبيب في الشق الثاني من التصريحات لما قال لك ايه اللي مش عاجبه هنشيله من الرياضه. هي دي الجزئيه بس. سلام. لكن فيما عدا ذلك يا سلام، هي دي المشكله. طبعا طبعا. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا خالص. هو البعض يعني بيقول ان هي دي الجزئيه في الحقيقه. هي دي الجزئيه الحقيقيه. لان خلي بالك مش اول مره الكابتن حسين لبيب بيقول كده. مع كامل احترامي دي اسمها تلكيكه، لكن الحقيقه هو تصريحات الكابتن حسين لبيب مزعله الناس، فمسكوا في التلكيكه الاخيره. اصلي يا سلام، انا عايز اقول لك إيه الكابتن حسين مع كامل الاحترام ليه ومع كامل الاحترام لاي رئيس نادي زمالك او رئيس نادي الاهلي، ايه موقعه من الاعراب علشان يوقف اعلامي او يوقف لاعب؟ لا يقدر، هيوقفه ازاي؟ لا يقدر. ايه علاقته؟ لا يقدر.
لا لا هو لا لا مسؤول يقدر اعلامي يا استاذ علي ولا هو هيوقفوا ازاي؟ لا ثواني ثواني يعني ايه يقدر كابتن حسين؟ في في مسؤولين كبار بيمنعوا اعلاميين من الظهور ازاي الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده كتير جدا. تم اقصاء عدد كبير جدا جدا من نجوم الاهلي والزمالك في الظهور في فضائيات بسبب تصريحاتهم. لا والله اه والله العظيم. ليه؟ طب ما في كتير جدا من نجوم الاهلي والزمالك تصريحاتهم غريبه وفي ناس اختفوا وفي ناس خافوا من المشهد. ليه ما احمد بلال موجود؟ لا لا محدش يعني محدش كلمه. مش في لعيب مش في نجم زملكاوي عشان كابتن الخطيب تم اقصائه؟ كان مين ساعتها مش فاكر؟ كابتن وليد صلاح الدين. وليد صلاح عبد اللطيف. وليد صلاح عبد اللطيف تم اقصائه؟ اه تم اقصائه من قناه الزمالك. بس من قناه الزمالك يعني ولا وبقى وابتدى المشهد فتره طويله جدا. لا لا كلام مش ده ايام 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 المجلس السابق. اه طبعا طبعا معلش بس هو السؤال بس عمرو هو انت كل سنه بس ده كلام مش منطقي. اعتقد هو موجود في قناه الزمالك دلوقتي كابتن. طبعا ايوه بس تم اقصائه. في ناس بيتم اقصائها اه ودي ودي ابعادها عن المشهد يعني. اه انا طبعا انا طبعا لا في فرق بين ابعاد عن المشهد وابعاد عن القناه. القناه دي يملكها رئيس لا لا وفي لكن المشهد لا ما يملكش المشهد. في ناس تم اقصاء من المشهد تماما. مين هي لا في هتعملها ازاي؟ في لا لا في رئيس لا النادي ايه لا ايه سلطته على الاعلام لا 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 في في لعيبه كتير جدا بيتم اقصائها. طب ازاي؟ ما قول لي الاليه يعني. كابتن حسين لبيب دلوقتي مثلا طلع استاذ علاء عزت قال انا مش مقتنع بكذا كذا كذا. اه بيتصل برئيس قناه بيتصل بمسؤول في رئيس قناه الراجل ده كذا 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 ما تخسرناش وبتاع وكده فمش عايزين يطلع. لا الكلام ده بيحصل عندكم في النادي الاهلي ما بيحصلش عندنا يا عمرو. وانت احنا اكبر طلعه رياضيه في مصر ما بنعملش الكلام. وانت كل سنه ليكم اسم احنا ما بنعملش الكلام ده. انا اسف انتوا ايه انتوا ايه انتوا يعني اسف انا بشرح لك مسمى الزمالك نادي الوطنيه والكرامه اه ولا نادي القرن الحقيقي اه ولا نادي اكبر قرن رياضي في مصر. اسركم على بر كل اي يعني احنا احنا السلوجن بتاعنا السلوجن بتاعنا نادي القرن مش باعترافنا احنا. يا ريت الاستاذ عمرو كمان عمرو فهمي اعتراف مين استاذ عمرو فهمي هيقول لك باعتراف مين؟ الاتحاد الافريقي هتقول لا استاذ عمرو هيقول لك دلوقتي ايه يا عمرو عندك اعرض ايه اللي عندك قول لي. مش احنا اللي بنقول على نفسنا مش احنا بنقول على نفسنا ايه هيعرض ايه طيب؟ هيعرض الاتحاد الافريقي بيقول ايه عن النادي الاهلي والفيفا بيقول ايه عن النادي الاهلي. اوكي فاتمنى من استاذ عمرو والنبي عشان نسكت الناس. هيعرض يقول ايه يعني ايه هيقول ايه؟ يا عمرو ودي يا عمرو ودي مش فاهم يعني مش فاهم انت عايز تقول ايه اهو انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. ده موقع الاتحاد الدولي صح؟ اه الفيفا موقع الفيفا بيتكلم عن النادي الاهلي في كاس العالم للانديه فبيقول لك ان ده ان النادي القرن النادي القرن في افريقيا النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا في القرن العشرين وافضل نادي في القرن 21 حتى الان يستعد لمغامره عالميه جديده في كاس العالم للانديه. ايوه ده اللي انت اللي كاتبه الخبر ده انت كاتبه. انا كاتبه انا بتاع الفيفا. ما هو انت انت بتكتب في موقع الفيفا فانت اللي بتكتب الاخبار دي فهو جاي يكتب الاخبار دي كمان. وده موقع الاتحاد الافريقي بيقول لك ايه؟ بيهني النادي الاهلي بمرور 20 سنه على تتويجه بنادي القرن في افريقيا. مين اللي بيقول يا عمرو مين بيقول النادي الاهلي؟ الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي والفيفا اكبر جهتين. تمام. اكبر اكبر جهه دي مجاملات دي كومبلمو يا سلام. طب انتوا مفيش حد بيعملوا مجامل بيجاملوكم انتوا مفيش حد بيجاملكم خالص ليه؟ لا مين قال لك احنا 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 النادي الوحيد اللي خد افضل نادي في العالم في في شهر يا عم ده عنوان ايه ده عنوان ايه يا جماعه؟ ده الاتحاد عنوان الفيفا ده الفيفا برضه الاهلي زعيم افريقيا ده تقديم للنادي الاهلي مشاركه في ده ايه يا عم بتجيب لي اخبار بيكتبوها مصريين يا عم مصريين ايه يا عم يا عم عربي بيبقى مصري يا عم انت هدفك ايه من الحاجات دي يا استاذ علاء؟ ان انا بقول بقول ان النادي الاهلي ما بيديش نفسه القاب اوكي ان ان اكبر جهات مسؤوله في العالم اكبر حاجه في في افريقيا ايه؟ الاتحاد الافريقي ام الاتحادات الرياضيه ايه؟ الفيفا ادي الاثنين دول هم اللي بيطلقوا على النادي الاهلي لقب نادي القرن يعني احنا ما جيناش قلنا الاهلي نادي القرن لا احنا الاتحاد الافريقي منحنا لقب نادي القرن. ممكن اسالك سؤال؟ لكن دول مين منحهم؟ ايه طب هسالك سؤال اتفضل. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما عندناش مشكله والله ان نادي الزمالك مسؤولين والله ما فيش ممثلين مشكلة. يبقوا شايفين ان ده اكبر قلعه رياضيه. انا ما عنديش مشكله اصل هم بيقول لك النادي الاهلي يعني انا شفت اعلاميين ونجوم كوره بيقول لك ايه؟ طب ما النادي الاهلي على نفسه نادي القرن. لا الاهلي مالوش على نفسه نادي القرن. لا دي جزئيه مختلفه طبعا. طبعا عايز ارد بقى وبعد كده انا نفسي نادي الزمالك يعني انت انتوا دلوقتي النادي الوطنيه والكرامه ولا نادي القرن الحقيقي؟ عارف احسن حاجه في في القرعه بتاعت اكبر قرعه رياضيه دي فرصه نتكلم طيب ان هم نسوا نادي القرن قصه نادي القرن ماشي خلاص خلصت. طب اديله فرصه يرد وسمعناك وتمام احنا لسه بنهرج في اول الحلقه احنا لسه هندخل في الجد ماشي يلا دلوقتي احنا سمعناك ومقتنعين بكلامك وكلامك زي الفل. دي اخبار عباره عن اخبار لا تعبر عن الفيفا ولا يا سلام ولكن ومع هذا يا سلام ومع هذا ماشي احنا موافقين نادي الزمالك حد ينكر من الفيفا او من الكاف انه هو النادي الاكثر تتويج في القرن العشرين الواحد وعشرين الواحد وعشرين العشرين ما كانش فيه فيفا ما كانش فيه فيفا لا ما كانش
كانش ما كانش هنا حد. يا باشا يا باشا مبدا الانكار عندهم موجود فمفيش مشكله يا عمرو. اقول لك طب حد اعترض ان الاسماعيلي تاسس 1904؟ ايوه انا عارف انا بهزر معاك.